أهلا بكم مشاهدينا الكرام ولقائنا الطبي، ودايما بنقول هذا اللقاء الطبي هو زيادة للثقافة الطبية لمجتمعنا. ندعو الجميع بالصحة والعافية. احنا طبعا مرحلة الربيع وحبوب اللقاح وانتقالها، وبرد شويتين وحر شويتين ورياح شوية، ممكن مطرة كمان كانت من فترة كده. تغير هذا الجو ومدى تأثيره على صحة المواطن وخاصة على العين او على الرمد تحديدا، ده موضوع حديثنا النهارده مع الدكتوره ميرفت شبراوي، استاذ طب وجراحه العيون كليه الطب جامعه قناه السويس. اهلا بيك معانا دكتور ميرفت. أهلا بك يا فندم، عافية. الربيع بيجي بجماله وزهوره، بس بيجي برضه برياحه وحب اللقاح بتاعته اللي فيه دائما ابدا اطفالنا واولاد صغيرين بيشتكوا منها. نتعامل ازاي المرحله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وانتم بخير، ان صحة شاء الله وسلامة. قدوم الربيع بكل حلاوته ووروده بهجته، حتى لو مع بعض حبوب اللقاح ان شاء الله نامل في الله خير باذن الله ان احنا نتعدى الفتره دي على خير باذن الله. هي مشهوره الفتره دي الحقيقه بالرمد الربيعي، يمكن ده اشهر مصطلح طبي معروف عند العامه كلهم، ان هي يقول لك الرمد الربيعي لان اسمه مرتبط باسم الربيع. طبعا هو بيحمل امراض اخرى كتيره جدا، الامراض الصيفيه معروفه بتاعه العيون، رمد ربيعي، رمد حبيبي، رمد صديدي، مجموعة كبيرة، بس أشهرهم على الإطلاق نتيجة إن هي بتيجي فعلا في الأطفال، هي عموما يعني بتبقى في الأطفال واضحة جدا، اللي هو الرمد الربيعي. دي الحبوب اللقاح اللي بنسميها حبوب اللقاح، أو أشعة الشمس اللي فوق البنفسجية، أو بعض اللي هي ملوثات البيئة، كلها بتبقى عاملة زي محسسات للحساسية، هي مسببة لهذه الحساسية. بعض الأشخاص أو بعض الأطفال بيبقى عندهم استعداد وراثي لهذه الحساسية او الرمد الربيعي، فبيكون التفاعل المناعي بتاع العين اعلى بشويتين، فيبدا الطفل يعني يتشكى، يعني تلاقي طفل طبيعي جدا وطفل يعني بيشتكي. ممكن نقول الجانب الوراثي بيؤثر بشكل كبير؟ اكيد الجانب الوراثي، في جانب وراثي، في جانب استعداد وراثي، وفي جانب وراثه ان هو وراثها، يعني غير استعداد حساسيه عند الطفل نفسه، وبالتالي تبدا اعراض عند طفل وطفل، لا يعني مش كل الناس بيجي لها الحساسيه دي، او مش كل الناس بيجي لها رمد الربيعي، فتفاجئ ان الطفل بيشتكي من دموع على طول، حرقان في العين، دعك وحكه في العين، احمرار، على طول ممكن يبكي وبيعيط، مامته تبقى ملاحظه ان في افرازات مستمره وافرازات شويه مخاطيه، او احيانا تبقى ناشفه شويه لدرجه انها تبقى عامله زي الاستك كده اللي بتشال من العين، تشيله باليد كده بهذا الشكل يعني. وده على طول بقى الاكتر حاجه بتضايق الطفل طبعا، حته الحكه ان هو على طول بيهرش في بيرعك. عينيه، وبعدين فجاه يبدا يتحول ان هو بعد كده مش قادر يفتح عينيه في الضوء بهذا الشكل، دموع على طول، في تقلص في عضله العين، حتى ممكن تلاقي رعشه في جفن العين، الام تقول لك العين بترعش لوحدها، فتبدا الام في اللحظه دي تبدا تنتبه ان في حاجه غلط عند الطفل. اوقات كمان ممكن تعمل دمل او حاجة دكتورة. لا هي ممكن تدخل في حاجه اصعب من كده بكتير لو تركت طبعا دون علاج او باهمال، الناس يروحوا يجيبوا حاجات كده من الصيدليات اللي هي الوقتيه اللي هي بتهدي شويه الحاله، ممكن توصل اللي هي قرحه في القرنيه. ياخدوا رأي الصيدلي نعمل ايه، بالظبط، يديله دي كذا. منتشره جدا، دي منتشره جدا او هو الحقيقه. خبرته القديمة كان بياخد قطرة كذا فيكمل نفس بالظبط، القطرة كده يعني. يعني انا مش عايزه الوم الصيادله، الوم في حاجه واحده بس، ان المفروض هو بيدلها الحقيقه لما يلاقي حاله الطفل بالشكل ده، او الام بتتكلم كلام من غير وجود الطفل هو مش شايفه، المفروض ينصحها باللجوء لطبيب مختص، لان العين بالذات تحديدا انا ما اقدرش اوصف لها علاج بالوصف، يعني لازم يتشاف بالعين ويتشاف بالجهاز الطبي، ويبقى فيه افضل من كده الالتفات بالنسبه للاطفال وعلاجهم وحاجات زي كده. نتمنى يعني ان النصيحه دي تصل، ان احنا فعلا دائما بنشتكي من جزئيه الاعتماد على معلوماتنا السابقه، ممكن الامور تتغير. طبعا فنتمنى. طيب دلوقتي جه ربيع وجه رياحه وفي مشاكل لدى بعض الاطفال، افضل الحلول هل غسل الوجه غسل العين بصفه دائمه ده بيكون سبب لتقليل الحساسية أو تقليل الرمد الربيعي؟ لا، في حاجة مهمة جدا ان احنا نفرق بيها بين الـ3 امراض، يعني رمد الحبيبي او الربيعي او الصديدي، بيتشابهوا في بعض الحاجات ويختلفوا في بعض الحاجات، عشان الام تقدر تتوجه للطبيب وتبقى فاهمة الحاجات المهمة جدا، الحكة المستمرة للعين، الدموع المستمرة، دعك العين، او ان هي الطفل دايما عامل عينيه بالشكل ده، او ان كل شويه انا بيعيط لوالدته، دي ما سكتش عليه لان هي لن تكون عندها القدره على التفرقه بين الـ3 امراض. يعني الرمد الحبيبي ده قصه معروفه في مصر ومنتشره جدا، اللي هو حاجه شبيهه بالفيروس، الكلاميديا دي بتاعه الرمد الحبيبي، تراكوما، ما تسمى تراكوما، دي مشهوره ولها علاج خاص بيها، ده الطبيب المعالج هو اللي يقدر يوصفها. الرمد الصديدي مشهور جدا، بالاضافه للحاجات اللي هي مشتركه بين الـ3 اللي احنا قلنا عليهم، الاعراض دي بيبقى فيه
سوري يعني عفوا، اللي هي الافرازات اللي هي بالبلدي العماص، عماص الاصفر عماص اخضر، فدي بتبقى اسمه رمد صديدي، ده علاجه مختلف تماما برضو عن الرمد الحبيبي. اما الحساسيه بتواجدها اللي هي دايما ما تلفتش نظر الام طالما مفيش غير شويه ميه نزيه من عين الطفل وبتلجا للصيدلي يعالجها، دي اخطر الانواع، لانها لو تركت فبتدخلنا في قصه صعبه جدا. لان احنا عندنا رمد الربيعي بيجي يا اما في ملتحمه العين مبطنه للجفن الداخلي او ملتحمه العين مغطيه للامام طيب العين. هسأله بشكل تاني السؤال ده، اتفضل. امتى من الضروري ان الام او الاب يصحب ابنه للدكتور العيون وبسرعه؟ مع وجود الاعراض دي، مع بدايه وجود الاعراض دي، مع بدايه وجود، مع بدايه الاعراض دي، ما يتسيبهاش لغايه ما تتفاقم. قاصد من سؤالي ايوه ان الوقايه، احنا ما نستناش لا العمليه ما لما تزيد، نستناش. ده في البدايه خالص. طبعا. وبعدين في حاجة تانية، إن في بعض الأطفال اتعرف إن جالهم الرمد الربيعي مرة قبل كده، الصيف اللي فات، الربيع اللي فات، فبتلاقي الأم دايما متحسبة إن فترة الربيع جاية، عارفة إن ابنها عنده رمد ربيعي وبتتابع، وبالتالي هي خلاص حفظت القصة. أول ما ابنها بيبتدي هل معنى الأعراض، ان الطفل يجي له مرض ربيع في سنه يبقى هو معرض كل سنه يجي له نفس هو معروف إن هو مزمن، ممكن يجي للطفل من سن سنة، من سن سنتين، يفضل معاه لغاية 12 سنة. وفي ناس يجي لهم الحساسية دي على كبر، يعني من 15 لحد 22 سنه. فدايما لما يجي لنا حتى الطفل كده، الام تقول هيفضل ابني بالشكل ده لغايه امتى؟ نقول لها احنا معاكي زي حساسيه الصدر كده، ممكن يستمر معاها لغايه 12 سنه، بس هندي حاجه تقلل من هذه الحساسيه. طبعا لها علاجاتها المعروفه والمشهوره، والرمد الربيعي الشديد قوي منه اللي بنسميه احنا سيفير تايب، او النوع الاشد خطوره، ده له حتى تركيبه حتى بنعملها حتى دلوقتي في مصر عشان تعالج الرمد الربيعي، عشان ما نتركش الطفل يعني بياخد الكورتيزون، لا تتخيلوا كميه كورتيزون غير طبيعيه، ممكن تؤدي لميه زرقاء وميه بيضاء، والطفل في النهايه لانه علاج مش مظبوط، لا هو علاج مظبوط جدا وقتي، لكن ما يقدرش يستمر عليه مده طويله. لانه بياخد علاج مش مظبوط. هو لا، ممكن الكورتيزون من الحاجات الموصوفه كمظبوطه، لكن هي بكتير قوي بكتير قوي اسبوعين المفروض توقف، وتبدا حتى توقف بالتدريج الكورتيزون، مش بطريقه مستمره. احيانا الام بتاخد الكورتيزون ده وتمشي الطفل عليه طول السنه، دي مشكلة كبيرة جدا جدا، لان طبعا معروف الكورتيزون الموضعي حتى في العين، حتى لو نسبه بسيطه، مع الاستخدام الطويل المزمن لاستخدامه ممكن يؤدي لميه بيضاء وميه زرقاء. فاحنا بنلجأ لحاجه تانية افضل كتير دلوقتي، اعتقد بقت دلوقتي لحد كبير، يعني ايام انا ما رجعت من انجلترا 97 98 كانت رساله الدكتوراه بتاعتي على الموضوع ده، كان لسه موضوع القطره وتركيبه القطره دي مش معروفه قوي. يمكن دلوقتي في مصر بقى لنا يمكن 5 6 سنين بقت على تحتوي مستوى على الكورتيزون، لا تحتوي على الكورتيزون، لا لا خالص، تحتوي على الكورتيزون. لا تحتوي على الكورتيزون، دي قطره بتشتغل على الجهاز المناعي بتاع العين، على المناعه بتاعت العين، زي ما تقول بتستف الخلايا المناعيه بشكل مظبوط وترجعها لصحيحها مره اخرى، وبالتالي فهي بتبطر العمليه المتصله للحساسيه اعتقد وجود الحساسيه. استخدامها حتى وان على امد مده اطول افضل امن بكتير من استخدم امن حاجه فيها تماما، كورتيزول وليها تاثير آمن. عرضي او جانبي خطير جدا. انا بكلم حضرتك دلوقتي في من 97 98 لغايه دلوقتي كام سنه، يعني ما فيش ولا حالة مضاعفات حصلت مع حالات اللي احنا استخدمناها سواء على المستوى الشخصي او على مستوى الزملاء كلهم، ده جميل، لان هي موضعية اساسا، بتحط موضعي في العين وليس عن طريق الفم ولا عن طريق طيب. طرق اخرى. معظم شبابنا في المرحلة تحديدا بيلبس نظارة شمس، وبصدها الصراحة كده يعني هناك طبعا ماركات ليها سعر وهناك اخرى ليها اسعار اخرى، التأثير السلبي لنظرات الشمس الغير جيدة. أنا بشكر حضرتك جدا على السؤال ده الحقيقة، لأن حضرتك أخدتني في سكة كمان، مش نظرات شمس بس، ونظرات طبية طبعا، اللي وصلنا لمرحلة دلوقتي النظارة ب 10 جنيه على الرصيف عفوا يعني. القصة ببساطة شديدة، العوامل الصناعة، العوامل التركيبة اللي داخلة في صناعة هذه النظارات، ما يعني اكيد هي انت عندك حتى حس جواك كده انت قلقان، يعني رخص الثمن ده مش معقوله، دي حاجه ب 300 400 جنيه ودي حاجه ب 10 جنيه. العدسه اللي محطوطه عدسه رديئه الصنع جدا جدا، اللي هي اللي بنتكلم عليها النضاره الشمسيه الرخيصه اللي الناس بتروح تستسهلها وتجيبها، دي الحقيقه على المستوى البعيد بتعمل اثار جانبيه ومخاطر على العين لا تتخيلها، اجهاد غير طبيعي للعين. لان لو سواء جبت كانت شمس النضاره، او نضاره سواء نضاره طبيه المستخدمه حتى في نضارات القراءه اللي هي اللي بتكبر، اللي هي من نظارة القراءة السريعة دي، لأن هي ممكن تستخدمها شهر اتنين وترميها وتجيب غيرها لسبب اللي أنا هقوله لحضرتك. امسك النظارة الشمس دي أو النظارة الطبية دي بعد شهر من استخدامها، وبص عليها في ضوء، بص على كمية الخدوش اللي موجودة جوه العدسة قد إيه، وكمية العتمات اللي موجودة جوه العدسة قد إيه، وتخيل دي قدام عينك طول الوقت، كل شعاع بينزل على هذا الخدش بيدي انكسار في كذا اتجاه داخل العين، ويؤدي الى اجهاد شديد جدا للعين، ويؤدي الى اضرار شديد جدا بالعين.
زائد ان مفيش عوامل حمايه كافيه خالص من اشعه فوق البنفسجيه. يعني انت بتجيب نظاره شمسيه حقيقيه؟ ثواني اتفضل. ما نعدهاش كده بسرعه دي يا استاذ. اتفضل اتفضل. انا لابس نظاره فلازم اعرف يعني. لا غاليه ونظيفه وحلوه. مش بالضروره. ولا ب 10 جنيه. عشان بس الناس ما تربطش الاثنين ببعض. ايوه اتفضل. من فتره لاخرى لابد ان احنا نعمل اختبار على النظاره. برافو عليك. ان احنا نحط النظاره في النور تحت. ايوه. لو لقينا فيها اي خدوش كتيره يبقى دي لازم تتغير فورا. 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 انما السلاريه حتى لو هي طبيه على فكره. وكويس قوي انك سالت السؤال ده. انا بيجي لي ناس بيستخدموا النظارات الطبيه اللي هي العدسه بتاعتها بلاستيك مش ازاز. فاقول له خلي بالك قوي وانت بتتعامل معاها، ما تحطهاش على وشها، ما تسيبهاش كتير بره، تعامل معاها برفق، امسحها بطريقه يعني هاديه شويه بحاجه ناعمه جدا. لان حتى النظاره النظيفه حتى اللي معموله لو تعرضت لخدوش بتؤدي لنفس النتيجه الضاره. النظاره الطبيه. النظاره الشمسيه تفرق ايه بقى عن الطبيه؟ ان هي المفروض فيها عوامل حمايه من اشعه فوق البنفسجيه. عارف حضرتك زي ببساطه شديده التشبيه عشان الناس تفهمنا، لما بتجيب سان بلوك اللي بنحطه على الوش عشان يمنع الشمس ان هي ممكن تعمل اثار على جلدنا. هي نفس الكلام. نظاره الشمس دي فيها عوامل تمنع تاثير الاشعه فوق البنفسجيه على العين. كل ما كانت جاهزه الصنع بيكون عامل الوقايه فيها اعلى بكتير جدا. كل ما كان رديئه الصنع تكاد تكون عامل يعني ولا حاجه فيها، مجرد هي لون فقط لا غير بتاعه الضوء. نتكلم بصراحه اكتر. اتفضل. احنا دايما ابدا بتبص لموضوع السعر. غليت يبقى اجود، مكتوب عليها اسم كذا يبقى اجود. وصلنا لمرحله من المراحل ان حتى نفس الماركات دي بتتقلد حقيقي بكل. حقيقي. وبتتاخد وبتتباع بنفس السعر الغالي. فمبقاش عندنا ثقه لا في الغالي ولا في الرخيص. ولا في الرخيص. الحل ايه؟ الحل ان انت بتشوف، بص النضاره لا بتفرق والله سبحان الله بتفرق. انت لو شفت النضاره بطريقه كويسه وفحصتها بشكل جيد بيبان عليها جدا، بيبان عليها في شكلها وفي تقفيلها وفي العدسه نفسها وفي نقائها والبيورتي بتاعتها. ولو حطيتها في ضوء في 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 مصدر ضوء وفحصت العدسه بتبان جدا. بتبان جدا رضائتها، وتبان جدا اللي هي بنسميها نقائها اللي بنسميها ريزوليوشن بتاعها او النقاء بتاعها. الاختبار، اختبار حضرتك قلت عليه ده اختبار اساسي موضوع اللي احنا من قال لاخر لابد ان احنا نعمل اختبار للعدسه لو فيها اي ده يعني. دي ابسط حاجه احنا نعملها. لكن انا بكلم حضرتك بقى على عامل كمان التصنيع بتاعها اللي هو لحضرتك ولا انا هنكتشفه الا اللي يبقى عارف كويس قوي ان هو جايب نظاره محترمه ونظيفه، مش برضو بغلوها ولا حاجه، بان هي فعلا تكون حاجه محترمه، ان هي مصنعه في مكان محترم. الفكره كلها ان هي عوامل اللي هي حمايه الشمس فيها بتكون عاليه جدا غير النظارات اللي هي البسيطه. لان ده على فكره النظارات اللي هي رخيصه شمسيه رخيصه فيها مجرد لون، لون بيعكس الضوء. يعني انت معروفين طبعا اللون الاسود او اللون البني بيمص الضوء بيعكس كل حاجه مظبوط. الابيض بيعدي كله. فهو حاطط لك لون لكن ما فيهوش عوامل وقايه من الاشعه فوق البنفسجيه عشان تعكس هذه الاشعه. الاشعه فوق البنفسجيه اللي انا اعرفه ضاره جدا العين طبعا. انها لو زادت تبقى ضاره جدا. طبعا ضاره جدا العين حقيقي. وبالتالي برضو يبقى كده التعرض للشمس فترات طويله ما بقاش محبب خالص. طبعا بالاضافه ان هي ضاره جدا، بالاضافه لتعرض لاشعه شمس كتيره او زي حاجه زي الاستوديو اللي احنا قاعدين فيه ده تخلوا بالكم منه بيعمل جفاف شديد في العين. لان عندنا السائل الدمعي اللي قدام عينينا ده، ده اللي بيعمل لوبريكيشن او بيعمل نوع من ترطيب العين وتزييت العين وبتخلي العين في حاله ترام ومستمره بحيث ما يبقاش عندك لا حرقان ولا تدميع ولا انت تحس عينك شده ولا في جسم غريب جوه الجفن بتحسه طول ما انت بتتعرض لاشعه شمس عاليه او لضوء عالي او بالشكل ده. فالتبخر بتاع السائل الدمعي عالي جدا فتؤدي بيه لجفاف العين. لا دي حاجات كتيره قوي يعني الاشعه طلعت الشمس طلعت ميزه الناس بتدمع كتير. ده كتير قوي الناس بتدمع كتير. احنا دمعنا دلوقتي قاعدين في الاستوديو من الموضوع ده. طيب الرمد الربيعي او الحساسيه اللي بتصيب اطفالنا على وجه الاكثريه يعني من الكبار، هل من الممكن ان هو ياثر سلبيا على قوه الابصار بتاع ولا هي المرحله بتاخد وقتها وبتعدي؟ عشان ما نبقاش محبطين للناس، الرمد الربيعي زي اي مرض له مراحل او له بنسميها ايه درجات خطوره، الدرجة البسيطة أو المعتدلة، الدرجة المتوسطة، الدرجة الشديدة. لو ترك الرمد الربيعي حتى يصل إلى الدرجة الشديدة اللي هي توصلنا إن تعمل قرحة في القرنية ممكن تؤدي للعمى. يعني شوف درجة إيه، قرحة وعملت في القرنية عتامة وبالتالي ممكن تؤدي إلى العمى. فلا يجب أن نأخذ الرمد الربيعي محمل كده الهزار أو محمل حاجة بسيطة وهياخد قطرة وشوية قطرة كده ويخف.